شلونكم يا أبطال؟ عندكم بس تاخذون فكرة إن شاء الله عن درسنا باكر يا حلوين، حتى رح ناخذ باكر درس رائد يلعب. إحنا أخذنا الهمزة، تتذكروها شلون نكتبها؟ هاي الهمزة الدلوعة والقمازة، هاي الهمزة الدلوعة والقمازة، ويا الفتحة أبي، ويا الضمة أمي، ويا الكسرة إيناء، على الساطر ماء. هاي من ظلت تقمز وتلعب وظلت تسوي ما تتعب تتعب، جت جابت الكرسي مالتها وقعدت عليه. من قعدت على الكرسي مالتها وهذا الكرسي مالتها جوا مكسور شوية بيكسر، اي 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 صار صوتها اي اي اي، هي وحدها من اي 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 من ويا الا وحدها اي اي إيه، ويا الفتحة آ بي إي بي آ بي آ آ، ويا الضمة أو 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 إم إي مي أمي. ويا الكسرة إي إن أنا إينا إينا إم آما إما. شفتوها يا حلوين؟ هنا هي ويا الكسرة اي 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 ويا الكرسي، لكن اذا اجا وراها هاي الهمزة اللي قاعدة على الكرسي حرف مد اللي هو حرف الاي، يلغي الكسر مالتها، يلغي كأنما مو موجود. فمثلا كلمة رئيس شلون نتهجاها؟ ر اي 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 رئيس رئيس، ر اي 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 رئيس رئيس. لكن اذا ما وراه حرف المد اللي هو الاي، مثلا شوفوا كلمة رائد ر ا ر اي رائد رائد، ر ا ر اي رائد رائد. ماشي يا حلوين؟ عندكم بس تشوفون هذا الفيديو وتاخذون عنه فكرة، حتتذكرون الهمزة، حتى باكر من نشرحها يصير عندكم فكرة.